أول مرة كانت عندي رحلة طيران وكنت خايف مرة. الحلو إني كنت مسافر مع العائلة، الحمد لله إنها كانت رحلة يعني بسيطة داخلية، يعني مسافة قريبة ساعة أو ساعة ونص، لكن عدت على خير. في الطيارة كنت أحسب إني لحالي خايف، نظرت يمين لقيت واحد متمسك في الكرسي بقوة وباين عليه التوتر والخوف، لقيت واحد بعد على يساري مقفل شباك يقول اللي بجنبه تعال تكفى اقعد بجنبي. ارتحت شوي، طلع الخوف يعني مو بس عندي، عند اللي حولي بعد. وقتها تحسبون انتهت الرهبة وطيران والخوف؟ لا مستحيل. من وقتها قررت إذا بسافر مستحيل أقعد إلا في النص، وتعمد أنام طول الرحلة. هذا الدرس يعني علمني أن الخوف من الطيران هو أكبر من الرهبة وبس. وحبيبي توكل على الله، وكل واحد له يومه. وتعلمت بعد أنه تضحي عشان تنبسط وتسافر، دراسة، عمل، تمشية، تغيير جو، وتطلع من ذا الكابوس. حلوة محمد، والله في مواضيع كثيرة ما تطرقنا لها؟ قهر صح؟ لا بس يعني نص ساعة. مش كضيوفون ثقيلين ترى. يلا كنا أكلمك. الله يسعد أم من جابتك. آمين ونقول خلاص نطلع. يلا بأفوز عليك والله. والله على طول اعرف صلاه بديهه عندي. جاهز اقوم ولا عندي هنا؟ لا لا اجيب لك. لا بقوم اخذ. يلا الله يسعدك. عطني قلم. طيب ابشر. يلا سمي. انسان، حيوان، جماد، إنسان. نبات. نبدا ولا اعطيك حرف؟ جاهز. اول يلا عطني حرف. حرف الاء. حرف ايش؟ الف. كيف اء؟ يلا حرف ايش؟ الالف. أول شيء قبل ما نبدأ في اللعبة محمد اشرح لنا اللعبة، وش سر حبك للعبة؟ وقبل ما تعرف اللعبة ذي، هذا قديم على جيلكم الظاهر. داري بس إنه سر عشقك للعبة. مو بعشقي يا أخي، الناس تبي أحد يتفاعل معهم ويحركهم زي. ليش دائما أخليهم هم اللي يتفاعلون معي؟ أنا أتفاعل معهم أفضل. تعطيهم جوائز؟ أعطيهم جو جوائز أي شيء أعطيه. طيب وشو أحمد؟ خلنا نسمع أحمد. وشو أحمد؟ ترى أنا مسوي مسابقة الحين على فيفا 10,000. حلو، من 10,000 الجائزة؟ ها أنا وأنت؟ إيه. هذه؟ إيه. شوف بعطيك 10,000 بس مو على الجائزة. أقصاد؟ أقصاد. يلا نبدأ. نبدأ. حرف. وش الحرف؟ ألف. ألف. مو ما يجي إبراهيم ترى. بس أنت حافظ أنت. حافظ مش فاهم. والله إنه صعب. نسيت. بلاد وش؟ وش كتبت إنسان؟ طيب يلا. أسد. إنسان أسد؟ إيه. طب صاحي ليه؟ طيب يلا خلينا نكتب نبات. وش كتبت حيوان؟ أنا كاتب أحمد أسد جماد. وشو؟ أنا نفسك أحمد أسد. غشيتها من عندك إن شاء الله عليك. أي على طول. طيب يلا. طيب الجماد وش؟ بلاد. وش البحر بلد الجماد؟ بلاد. أمريكا؟ لا أمريكا إيه. ألف أمريكا. نبات. طيب لا تعلمني كذا نغش بعض ما في فائدة. يلا أنا ما ادري. دقيقه انت تلعب الناس ولا احنا نلعب معك ولا انت؟ لا انا لاعبهم بس يا ولا اخي ولا تعرف هم يعرفون هم يبحثون في جوجل. تعرف احد يعرفني ولا انت تعرف احد يعرفني ولا اعرف احد ما يعرف؟ نبدا. يلا وش باقي عندك؟ باقي عندي جماد ونبات. نبات ايه. طيب ايوه نبات. اجرجير. ها هالجرجير. هالجرجير. يلا نبات. وش نبات يا اخي؟ كنسل اللعب. خلني بمنشن فايز. فاز مالكي ها يلعبها. لا ما ادري عنك. يلا جاهز. نبات. جماد. الصبة. البلكة. البلك. ايه. الصبة. لا النبات. الفجل. 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 لا غير الفجل. طيب حط لنا. لا لا عطنا نبات. يلا لا يا اخي نغير الحرف. نغير الحرف بسرعه. غير كنسل. نغير الحرف. يلا حرف لا لا انت اختر. حرف مخرج. عطنا حرف. عطنا حرف يا مخرج. يلا كاف. كاف. ايه كامل. كامل حلو. حيوان. يلا ابلش. كدب. هلو هلو الجمال. هلو يعلم كذا. لا ما علمني انا. انت هلو جماد.
فزت عليك يا تعبان. وش وش الجماد؟ وش الجماد؟ الإنسان كامل. حلو. حيوان وش كاتب أنت؟ أنا كاتب. كنغر. أنا كلب. جماد وش كاتب؟ كنب. كتاب. نبات وش كاتب؟ مو جماد الكتاب، مو بجماد. إلا جماد. إيه ورق. النبات؟ كركم. كركم حلو. كرز. البلاد؟ كويت. كينيا. شكرا لك يا محمد، مسابقة جدا جميلة. هني متابعينك فيك وهنيك في متابعينك. حبيبي الله يسعدك. في مسابقة ثانية تبي تشارك فيها؟ لا 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 خلاص. بس أنا قصدي إني أنت علقتنا في المسابقة وجوك. الشباب يضحكون وراي أبو يوسف. الله يستر من هالضيف. دخل الرياضة وما فلح، حارش العالم في الشيلات، يبي يصير منشد، صوت مخيس، فتح تجارة وخسر. الله لا يجعلنا من الشامتين، ما هو بشماته يا جماعة، بس يعني أحيانا البركة صف النية يا أخي. الآن هو ضيفي بالاستوديو وخايف لا يطيح في الاستوديو، والله مشكلة يا جماعة. الله يستر يا أخي. الطاولة ترزق، حسوني ضيف له مرة يا معاش أبو. وين عبد الرحمن عامر؟ أنا عيني تعورني والله بس شوية. ليه؟ إنك ما تديش للناس محاولة بالحلقة. كم الساعة؟ عارف. طب كيف هذا الحين؟ خلنا مسح شوية. مسح طولي. وش نص؟ خمسة ونص. طبعاً ما في شعر ها؟ إلا إلا إلا. حوار. أحسن. لا بس لو نطلع بقصيدة. أوكي. أو بيتين كذا. أوكي. بيتين بسيطة كذا. هلا يما. مرحبا هلا يما. هلا والله يما. يا مرحبا يا هلا والله يا هلا. مساء النور يما، أنا في لقاء الحين أصور بعد ساعة كذا ساعة ونص بتصل عليك. في لقاء لقاء. تنزل الفيديوهات وين؟ ما نزلت والله. خلاص راحت. إيه تصوير تصوير تلفزيون بعد ساعة ساعة ونص أكلمك. ايوه حسنات. وش النشوده ذي؟ مبتبعنا ذي تبع مجد اطفال النشوده. ترى ما في وقت ابو يا شباب، ما في وقت، الضيف مستعجل. ترى في وقت، ترى خمس دقائق اذا ما ذا بمشي انا. يا شباب هذا الجمال المعلمي ان صح المعنى، والبساطه اللي عندك والعفويه فعلا نفخه فيها. ارجع اكرر، نحن تتلمذنا تحت ايادي مصريين. دم الاسلوب الطيب والله، الاسلوب الطيب والله. تسلم. طيب خلونا نشوف المشاهدين الفيديو القادم ونتابع مع حبيبنا خالد. يومكم زي الورد. الموضه بقى اللي طلعين لي فيها اليومين دول هو والله اعطانا وجه ذا المصري، والله انه ابثرنا. حضرتك انا ما خدتش من حضرتك حاجه والله العظيم، من اول مقطع وحضرتك بتقول لي والله اعطانا وجه، وانا والله لو انا خدت من سيادتك وش اتفضل خده، انا الحمد لله عندي وشي ومناخيري وبقي وزي الفل، لكن مش هتقعد تزلني كل شويه والله اعطيناها وجهي. امال لو خدت من حضرتك فاخده ولا كتف كنت زليت امي لغايه ما اموت. يا عم شوفوا الناس اللي عندي دي اللي انا بحبها وهي بتحبني دي، عندي بالدنيا والله العظيم. الناس اللي بتطلعني فوق دي عندي عارفين الناس اللي بتقول لي انت سامج، والله العظيم بحبه، لان ده راي، ده راجل بيقول رايه فيه. ما ادري انت يعني تشوف نفسك يعني فعلا انت سامج ولا كوميدي، وفي نفس الوقت انت حاسس انك في المقطع فيه هجوم شرس عليك، بس من اللي اعطاك وجه او ما اعطيته وجه او انت اعطيته وجه ولا؟ والله هقول لك حاجه يعني ولازم تصدقني فيه، انا عمري عمري ابدا ابدا ما صورت اي حاجه وكنت معتبر نفسي ان انا كوميدي او الناس هتضحك، والله والله انا دايما بصور الحاجه كده اللي هو ايه، بفضفض بتكلم عن الناس. والله حد ضحك يبقى الحمد لله هاخد فيه ثواب، ما حدش ضحك على الاقل ما بغلطش في حد، مش هضايق حد. صح. بس في ناس، في ناس بتقعد يعني تتصيد لك. يا